أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة من برنامجنا بنستضيف أسرة مصرية متميزة، بنتعرف على أفرادها وعلى مجال كل واحد فيهم ودوره في المجتمع. الحوار ممتد، المجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. بترول وهي في سن صغيرة جداً، وتحديداً في عامها الدراسي الأول بجامعة القاهرة. أنجبت ابنتها نور وجنة وهي لا تزال بالجامعة. تفرغت لتربية أولادها ولم يشغلها شيء سوى الأولاد. ثم أنجبت بعد ذلك شمس الدين وسيف الدين. وعندما كبر أولادها قررت النزول للعمل وأن تعمل بنفس المدرسة التي يدرس فيها الأولاد حتى تستطيع مراعاتهم. لم تكن تنتظر ما يخبئه القدر لها، فعلى الرغم من سنوات الزواج الطويلة والاستقرار العائلي والأولاد، فكل ذلك لم يمنع الانفصال عن الزوج، فانتقلت من حياة الرفاهية إلى حياة الكفاح والمشقة. وعلى الرغم من كل هذا فهي مفعمة بالتفاؤل والأمل الذي اشتق منه اسمها، فهي السيدة أمل عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا مرة ثانية مع أسرة متميزة كعادتنا في بيت العيلة. أسرة المرة دي اللي معانا هي مش بالشكل التقليدي بتاع كل مرة زوج وزوج أو أم وأب وأولاد، ولكن هي سيدة كانت متزوجة عندها من الأولاد أربعة. الأستاذة أمل عبد الله هي بتمثل ورمز لنساء كثيرة جدا، نساء زي ما بنقول كده معيلة. هي المسؤولة عن أسرة، كل المسؤولية. أستاذة أمل عبد الله شرفنا وجودك، أهلا بيكي. أهلا بيكي. معانا جزء من العيلة أو من الأولاد، إحنا معانا اتنين بس من الأربعة. أيوة. قدموا نفسكم وبيقدمي لي بقى إخواتك كمان. أنا نور أشرف، عندي 21 سنة. عندي أخت أكبر مني، هي ما جاتش عشان عندها امتحان، هي اسمها جنة، عندها 23 سنة. وفي واحد أصغر مني شمس الدين، هو عنده 17 سنة. تمام. ومعانا بقى في الاستوديو سيف 15 سنة. تدرس في إعدادية. انت بقى هنتكلم معاك بقى، عندنا اسئلة كتيرة جدا عن التعليم ومشاكل التعليم، يعني من خلال بقى تجربة عملية انت بتمارسها. نيجي بقى للام الاول. انا كان بيبقى عندي دايما السؤال التقليدي بتاع العيلة دي اتكونت ازاي، ولاد جميلة ما شاء الله اربعة. فانت قلتي لي حاجة مهمة جدا احب ان انا ابدأ بيها عوضا عن السؤال ده، وهو ان رغم ان حصل انفصال مع باباهم وكانت العشرة كبيرة جدا وطويلة واثمرت عن اربع ولاد، الا ان انت قدرتي تخلي الانفصال بطريقة حضارية تماما وعلاقتكم كويسة قوي، وده نادرا او كان صعب ان احنا نشوفه، لكن دلوقتي بنلاقي أسر كتير بتحاول انها تحقق الانفصال الحضاري ده. بصي، يعني الحياة بالنسبة لي انا اهم حاجة ولادي. ولادي في الاول وفي الاخر، انا مش مهم، هو مش مهم. علاقتنا ايه ببعض دلوقتي بقت يعني اللي هو احنا اخوات وصحاب، لكن اتنين زوجين مش هينفع عشان حصل يعني خلاص المشاكل بقت كتير قوي، فاتفقنا ان احنا ننفصل، وننفصل بطريقة حضارية وطلقنا. ومع ذلك هو في حياتنا وفي حياتي انا كمان، لو في حاجه انا بتكلم معاه وكل حاجه اعرفها عن ولاده، ومعانا خطوه بخطوه. يعني انا عايزه اقول لك، انا مره كنت بعمل عمليه، هو كان قبلية في المستشفى مستنيني. يعني الحمد لله الدنيا حلوه قوي بالنسبه لنا، فعلشان كده الحمد لله يا رب انا ولادي سويين قوي. يعني النتيجه كانت مثمره قوي، النتيجه كانت تستحق قوي،
اللي انت عملتيه ده، حتى لو جيتي على نفسك شويه وكانت النفوس شايله، لكن قدرتي انت تقاومي نفسك، قلتي عشان خاطر ولادي اهم. بالظبط كده. النتيجه كانت اولاد اسوياء زي ما احنا شايفين، ولا كان في عندهم اي مشكله. الحمد لله الحمد لله، لان انا دي كانت الحاجه الوحيده اللي كانت قلقاني ومخوفاني من فكره الطلاق، ان انا لو اتطلقت طب انا شايفه نماذج قدامي الولاد تعبانه، في ده حالته مش عارفه ايه، بيروح فين، دي بتعمل ايه. وبعدين انا عندي ولدين يعني محتاجين اب. تقعدي بقى تفكري في اللي جاي. بالظبط، تقعدي بقى تفكري في اللي جاي. طب انت عندك ولدين هتعملي ايه؟ الدنيا هتبقى ماشيه معاكي ازاي؟ هتتصرفي معاهم ازاي؟ فانا اوريدي انا اللي كنت شايله كل حاجه، يعني ما تعملي بالانس كده، لا انا اللي شايله كل حاجه، انا اللي بروح وانا اللي بودي وانا اللي بجيب وانا اللي بفكر وانا اللي بذاكر وانا اللي باكل وانا اللي بحضر اجتماعات. ما اقدرش ان انا تعبت، مش هقول لك لا. المسؤوليه مش سهله ومش تهريج بس اللي تعمل ده لازم تبقى قده. ايوه، اللي تعمل ده لازم تبقى قده، ومش اي واحده عندها الظروف والامكانيات بتاعه الاستاذه امل علشان تقدر تعمل. انت عندك الامكانيات العقليه وعندك الذكاء والحركه، خفه الحركه والشخصيه القويه اللي تخليكي تقدري دي حقيقة. يعني تعيشي. دي حقيقة. دي حقيقة. انت وولادك دول اربعة. طبعا طبعا طبعا. يعني بصي، هو بسافر، انا كنت ببقى قاعدة لوحدي بيهم. عارفة اللي بتبقى محلقة على ولادها كده. اربع ولاد في حياة واحدة، هي كانت صغيرة لما حصل الانفصال. ده ممكن يكون قرار بيريحك نفسيا، لكن هو زي ما قلنا صعب. طبعا. اولا صعب من ناحية المعيشية ومواجهة الحياة ومشاكلها والماديات، صعب من ناحية الماديات، وصعب من ناحية ان هل ممكن تبدأي حياة جديدة وانت معاكي اربع ولاد بمشاكلهم باعبائهم، حياة جديدة بمعنى ارتباط تاني، لان واضح ان السن هنا ما كانش كبير لما حصل الانفصال، ولسه برضو مش كبير. ارتباط تاني ده بمين وليه وعشان ايه؟ طيب، من الكلام العام لحالة أمل اللي أنا باخدها كنموذج لحالات كتيرة جدا جدا في مصر، أمل بقى قدرت تكبر العرايس والشباب اللي أنا شايفاهم دول إزاي؟ أمل أنا عارفة إن وراه قصة كفاح، وتقع وتقوم وتقع وتقوم وتجرب في مجالات مختلفة من البيزنس. يعني انت بداتي مش عارفه بايه بالظبط البدايه كانت. انا بدات مدرسه ومعاهم، يعني استنيت لما كلهم كبروا. انا كانت فكره اساسا ان انا انزل طفل من ولادي حضانه عاديه، دي فكره مرفوضه تماما، مفحوضني ومعايا والدنيا معايا، يعني ما اقدرش ابعد عنهم. اخر حد كان سيف، لما نزل المدرسه كانت نفس المدرسه، نزلت معاه اشتغلت. طبعا هو كان رافض برضه، من ضمن الحاجات اللي من ضمن المشاكل كانت بيني وبينه، يعني لاساسياتها ان هو رافض ان انا اشتغل. نزلت اشتغلت معاهم عشان ابقى برضه بدور عليهم وراهم وشايفه الدنيا فيها ايه. اشتغلتي مدرسه في مدرستهم؟ في مدرستهم. اخترتي كده؟ من خلال الفتره دي بدا، يعني حصل بقى احنا كنا طبعا في مشاكل، فالموضوع ده كمل، يعني اللي هو انت بتشتغلي وازاي ومش ازاي، مع ان هو كان موافق. فكملت، ومن خلال الفتره دي بقى بعد الطلاق بدات اعمل اوبن داي ملابس. انا عاشقه للملابس، بدات اعمل حاجه بفهم فيها، بدات اعمل اوبن داي، الدنيا بدات تمشي معايا حلوه قوي. الغرور ركبني زي ما بيقولوا، نزلت بقى عملت محل في التاني. طب ليه هنا سميتيه غرور؟ ما هو الطبيعي انك لما تعملي اوبن داي وينجح تبداي تستثمري فلوسك في نفس المجال، بقى محل بقى. ما هو اوبن داي وينجح اسهل ومعاكي فلوس، فتطلعي بقى محل وتتعبي ويحصل حاجات مشاكل كتير، او بتواجهي بقى حاجات ما تتخيليهاش في الدنيا، يعني حاجات فوق ما تتخيلي. في الفتره دي برضو ما كانش الدنيا برضو ماشيه معايا كويس قوي، لان دول اربع اولاد. هو بيدفع وبيصرف، بس برضو مش زي ما هو موجود، مهما صرف ومهما دفع من زي ما هو موجود خالص. طبعا ده اي اب على فكره، ودي مشكله تانيه. ان لما بيحصل انفصال هو الارتباط العاطفي والالتزام عنده احساسه بيه بيضعف كثيرا، خصوصا هو بيدخل في حياته دي التزامات حقيقة. تانيه واحده تانيه وممكن حقيقة. اولاد تانيه. دي حقيقه. فبدات اشتغل، اشتغلت بقى عملت المحل، واشتغلت في شركه في الماركتنج، ونجحت جدا جدا لدرجه ان صاحب الشركه كان بيقول لي انت مولوده بالفطره،
انتي ماركتينج بالفطره. قعدت اشتغلت معاه 4 سنين، وفي نفس الفتره دي كانت اصعب فتره عندي، دي الفتره الاولانيه كنت بشتغل في الشركه دي وبشتغل في المحل وبنزل اودي دروس واجيب دروس، وحبيبي شمس ابني كان بيجي يقف معايا في المحل اقول له اقف اعمل كذا على ما انا اروح المشوار ده او الشغلي شغلي التاني. بناتي كانوا بيسافروا معايا، نسافر نجيب شغل من بره. بصي هم سيف كلنا يعني، عارفه احنا كلنا تكاتفتوا مع بعض. الولاد كبروا بدري بالطريقه دي، بس اقول لك حاجه، وشالوا المسؤوليه بدري. بس اقول لك حاجه، كبروا بدري وشالوا المسؤوليه بدري، بس هم ناجحين دلوقتي جدا افادتهم جدا. يعني المشاكل دي افادتكم يا نور؟ طبعا. ولا حاسه انك لا اتظلمتي، ما عشتيش مثلا زي باقي البنات اللي في سنك؟ لا انا استفدت جدا من اللي حصل ده، وانا عايشه احسن من كل البنات دلوقتي. أيوة. انا بعرف اعمل حاجات هم ما يعرفوش يعملوها. يعني انت نجحتي يا امل في الجمله دي. الحمد لله. الرضا ده اللي هي حاسه بيه، لان بيبقى في بنات في سنها في مستوى يمكن احسن من كده، بتكلم على الماديات. أوكي. ومش بيقولوا الجمله دي. لا مش بيحمدوا ولا بيشكروا ولا حاسين بالرضا ده. لا الحمد لله. لا طبعا، هو الحمد لله على كل حاجه. ما انا ممكن دلوقتي معايا 1,000,000 جنيه واموت، هعمل بيهم ايه؟ ولا اي حاجه. بس انا معايا مامتي واخواتي وعيلتي وكل حاجه، فمش محتاجه حاجه. انا بشوف ان انا احسن منهم كلهم، انا بعرف اعمل حاجات هم ما يعرفوش يعملوها. يعني ممكن اشيل مسؤوليه البيت، احنا بنعمل اكل وبننظف البيت وبنعمل كل حاجه، بنشتغل ننزل نقف معاها في شغلها، هم ما يعرفوش يعملوا كده. فانت حاسه ان انت مش قليله الحيله زيهم؟ لا خالص. انت مش انا احسن مش منهم. مرفهه ومش مدلله؟ لا انا مرفهه ومدلله. لا انا بتكلم اللي هو الدلع اللي بيخسر البني ادم مش بيكسر. بالظبط. بس هم بصي هم متدلعين ومتحملين مسؤوليه، هم الاثنين ولادك. ايوه هم الاربعه. انت جمعتي هم متدلعين لكن متحملين مسؤوليه. هم شايفين ماما معاها كام وما معهاش كام، ونعمل يعني سيف ممكن يجي يقول لي انا عايز انزل، اقول له اوكي يجي وقتي. طب انت معاكي فلوس؟ لحد وقتنا هذا وهو كده. طب انت معاكي فلوس؟ اقول له معايا فلوس. طب عايز ياخد، عارفه اللي هي الحته اللي انت في البيت، انت مش معيشاهم في جزيره منعزله. لا. ان زي بعض الاهالي، انا القوي، انا الناجح، انا اللي على طول معايا. لا اداري. لا. عليهم وضعي الحقيقي. في بعض الاهالي بيعملوا خالص كده. على فكره الموضوع ده مش بعد ما سبت باباهم، لا ده الموضوع ده من قبل ما اسيب باباهم. كانوا الصبح مثلا هما نازلين المدرسه عندي، انا كنت بعملها مره او مرتين عشان يتعودوا. النهارده انا معايا، ما كنتش عامله حساب اللي انا هبقى فيه ده ان انا ممكن ما يبقاش معايا. لا بالعكس انا كان معايا. فكانوا يجوا نازلين المدرسه، ماما عايزه مصروف، اقول لها بابا ما بعتش. يعني في البدايه كانت بالنسبه له، فبدات افهم طب نعمل ايه، ما فيش. درجه سيف وهو صغير يقول لي البنك اهو روحي هاتي منه اهو. فمفيش البنك اهو روحي جي. البنك حبيبي ما فيش فلوس، بابا ما بعتش. فبداوا يتعودوا مره على مره على مره ان الدنيا معانا وما معناش. عشنا وما كانش فيه وعشنا. نخرج لفاصل، ادعوكم تشاهدوه معانا والساده المشاهدين، ونرجع نستكمل حوار. اسباب كتيرة، في اسباب علشان المعيشة، الحياة صعبة يعني وكده، وفي عشان اطباع البني ادم. الواحدة ساعات اطباع البني ادم تبقى مش قادرة تستحملها، وفي هو العكس ممكن يكون اطباعها هي وحشة مش قادر يستحملها. والله هي نسبة الطلاق ممكن يكون السكن مبدئيا، يعني لما يكون شاب مثلا بياخد 1200 جنيه وبيدفع ايجار 600 جنيه. نسبة الطلاق الزايدة في مصر عدم التكافؤ. حضرتك ممكن في اهالي بتتدخل في الموضوع ده، هي اللي بتعمل المشاكل. ولازم يبقى في العمالة على اساس ان حالات الطلاق دي بترجع ان في ناس فقدت وظائفها. عندنا كم مجال؟ هي زادت بسبب عدم التفاهم وبالنسبة للظروف الاقتصادية. نعالجها طبعا، ان الحاله الاقتصاديه تبقى كويسه الدنيا هتبقى زي الفل.
ارجع لنور جميله مره ثانيه واعرف بقى المجال اللي انت اخترتيه بديل لكابتن الطياره. اعلام. اعلام. وبتدرسي فعلا؟ انا بدرس اعلام. اعلام. عايزه تبقي مذيعه ولا لا حابه الاذاعه. حابه الاذاعه. مذيعه. وانت وشك فوتوجينيك على فكره. حقيقي. بابا ما عندوش مانع في القصه دي ولا هنا بقى لا انت هتكوني اتخرجتي وليكي بقى؟ لا هو ما عندوش مانع، هو يعني هو كده كده مش حابب التلفزيون، بس هو ما عندوش مانع. يعني انا اتكلمت قلت انت رفضت اللي انا عايزاه، فخلاص انا يا داخله طيران يا داخله اعلام. دي كانت مشكله من البدايه برضو، فلا خلاص خشي اعلام، خلاص انا هبقى مذيعه وما فيش مفر. اي فهو خلاص رضي بالامر الواقع. انت بالنسبه لك راضيه ان هي عايزه تقول ليه عايزاه؟ اللي عايزاه مش بتحاولي تتدخلي؟ لا خالص، عمري ما اتدخلت في حياتهم، يعني طول عمري مربياهم ازاي. احنا بنقعد مع بعض، لو سيف عنده مشكله انا عندي مشكله، اي حد مننا عنده مشكله بنقعد نتشاور. يعني اي حاجه، يعني مثلا لو نور صاحبه واحده، حد من اصحابها، اي حد مش عاجباني، بتدخلي في نوعيه الصداقات؟ لا لا لا, 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 لا بس باجي بقى ايه بالخبره بقى اقول لها مثلا ايه نور خلي بالك دي كذا وكذا وكذا وكذا، بس لا عمري قلت لهم ما تصاحبوش دي ولا صاحبوا، لا خالص خالص. هما الموضوع ده بيحصل ايه بقى، يروحوا حاطينه في مخهم، بداوا بقى يشوفوا بقى اللي قدامهم بيتصرف ازاي، وبناء عليه بياخدوا قرارهم. ايوه. انت نقول ان انت ربيتي ولاد بيعرفوا يفكروا صح ويستخدموا دماغهم، مصحصحين زي ما بنقول. عندهم الذكاء والخبره الكافيه والوعي ان هم يختاروا بقى، انت بتوجهي من بعيد. بالظبط، من بعيد. اصل احنا ما ينفعش تقول لولد ولا البنت دلوقتي في زمن ده ما تصاحبش دي ولا صاحب ده ولا، لا ما ينفعش ما ينفعش، انت كده بتخسريهم وممكن تقلب العند. ما انت بتخسريهم. أيوة. ما هي الخساره، خساره انت بتخسريهم. طب انا ليه اخسرهم واحنا اصحاب واخوات وانا ماما وهم اخواتي وده ابني وده انا مراته وده، يعني الموضوع احنا كلنا متلخبطين كده على بعض. أيوة. فليه؟ لا انا قلت اللي انا شايفاه، وجهه نظري انا قلتها، والله ممكن اكون انا غلطانه، فانتوا بقى عندكم حريه الاختيار لاي حاجه. ايوه. طيب ارجع تاني للقصه الاساسيه وهي المراه اللي تربي لوحدها، المرأة المطلقة. لسه في نظرة للمجتمع، يعني أولا دي بقت ظاهرة، بقت حالات كثيرة جدا إن امرأة مطلقة بتربي ولادها لوحدها. لسه في بقى المجتمع اللي بيبص النظرة اللي هي مش سوية قوي للمرأة المطلقة، حسيتيها في حياتك؟ بصي أنا يمكن مختلفة تماما أو مختلفة شوية، لأن محدش يقدر، حتى لو حد بيبص مش يقدر يعملها معايا. أنا قوية شوية يعني، وردود افعالي بتبقى راجل، او انا تعاملاتي مع الناس رجوليه، فما شفتهاش خالص. بس من اللي حواليا والناس اللي حواليا، لا طبعا شايفاها كتير، وشايفاها ان في، يعني كان من فتره كده هي كانت جايه بتحكي لي ان في بنت صاحبتها مرتبطه بواحد وباباها رفض يجوزها لها. ليه؟ لان مامتها مطلقه وهي تربيه ست. ده لسه في ناس اللي بتفكر كده طبعاً في هذا القرن اللي احنا في هذا القرن اللي احنا عايشين فيه بتطوره وبتقدمه. بابا قال لها بالظبط، قال لابنه انا اجوزها لك عشان تبقى زي مامتها تتطلق في يوم من الايام. طب انت تعرف هي البيت ده هي اتطلقت ليه؟ هو في واحده بتخرب بيتها بسهوله؟ يعني في واحده عندها استعداد كده تروح خارب البيت ويلا باي باي ومع السلامه وده؟ طب اللي هتخرب البيت دي لو هي بقى بتفكر في نفسها، لا طب باي باي بقى مع السلامه كمان بالولاد. لو انا بقى واحده، لو هي واحده فعلا انانيه بقى وانسانه مش كويسه بالزبط. وشايفه نفسها، يبقى باي باي بقى بكل حاجه، مع السلامه ولا باتنين ولا بالظبط. انما يعني ما حدش نفسي الناس، يعني احنا للاسف 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 احنا حشريين قوي، والناس كلها عارفه كل حاجه وفاهمه كل حاجه. ويعني دايما انا بقول لي مقوله كده، كل واحد لو حط مرايه قدامه كده وقعد حاسب نفسه وشاف ايه عيوبه، هنقفل بقنا بالظبط كده، وهنبقى احسن مجتمع في الدنيا. لما حكيت لك الحكايه دي نور، ما قلقتيش انها ممكن تتكرر؟ نور هيبقى ايه وضعك لو انت ارتبطتي
بحد وجيه وقف عند ظروفك الشخصية واتكلم فيها؟ أنا عارفة أنت هتقولي إيه على فكرة. وماما جاية بتطلق، قعدت اتكلمت معانا. طب افرض جالكوا عريس ومرضيش يتجوزكوا عشان أنا مطلقة، قلت له يبقى ما يلزمنيش، أنت هتاخدني زي ما أنا. هي أنت مش بتنقي، إحنا باكج. يا هتاخدنا زي ما إحنا، أنا مش هتفصل على مزاجك، أنت مش عايزني يبقى أنت أصلاً ما تنفعنيش، ما ينفعش أعيش معاك. أي أنت دلوقتي شايف عشان بابايا ومامتي متطلقين يبقى أنا مش كويسة، يبقى أنت اللي مش كويس مش أنا. فأنت اللي هتاخدي الموقف، هيبقى هو بيفكر بطريقة هو ما يصلحلكيش، هو مش ده اللي أنت عايزاه. هي مش دي العقلية اللي هتنفعك. مش دي العقلية اللي هتنفعك. دي حقيقة. أيوه. بس. طب أرجع بقى عشان يوصل لكم، أنا مهتمة جداً إن يوصل للمشاهدين الإصرار والإرادة بتاعتك. يعني انت روحتي بداتي مدرسه وبعدين اشتغلتي في الماركتنج شويه، فتحتي محلات ولقيتيها قصه صعبه قوي. ازاي جايبه القوه النفسيه دي بتاعت ان انت كل ما تقعي ترجعي تقفي تاني وتحاولي في مجال تاني؟ علشان انا بحب عمل، مش انانيه ولا غرور، لا انا بحب عمل. لازم امل تبقى محترمه قدام ولادها اللي وقفوا سبورتد ليها. لازم ابقى قدوه، لازم ابقى حد هم فخورين ان هم بيقولوا ان انا امهم. دي مهمه جدا. وبعدين انا شخصيتي دي، يعني انا ما بحبش الفشل. فاللي هو فشلت طب هعمل تاني، طب يلا، طب كده يعني. الحمد لله. وبرده خدي بالك ربنا كان طبعا التوفيق من عند ربنا في الاول وفي الاخر. شكل غير عادي يعني. انا عايز اتكلم مع سيف بقى شويه. اتفضل. سيف، انا ممكن اتكلم معاك في قصه التعليم؟ زي ما قلت في البدايه احنا عندنا مشاكل في التعليم كتير قوي. انتوا بتحسوها بقى كطلبه؟ طبعا. ايه اكتر حاجه بتضايقك؟ لسه كم الحفظ مطلوب منكم؟ كله بالحفظ، كله مفيش تشغيل للعقل، مفيش اهتمام بالمواهب اكتر؟ ما هو عشان كده انا مثلا بذاكر او ماما بتذاكر لي. هي مثلا دلوقتي انا مذاكر سوشيال او دراسات، هي بتقول لي مثلا في التاريخ تخيلها كقصه مثلا، افهمها، مش لازم تحفظها زي ما هي. بتحاول ان تخليك تفكر باسلوب مختلف، يعني ما تحفظش الحاجه، ما تاخدهاش كماده جافه كده. ايوه. احنا عندنا ولاد حلوه قوي، بس مين مين يمسك بايديهم؟ عايزه اقول ملاحظه، لما شفت علاقتكم قبل التسجيل انا لاحظت ان مش ام وولادها خالص. انا لاحظت اصحاب مع بعض، لكن الموضوع ده برضو سلاح ذو حدين، ان ممكن يبقى فيه مفيش قوي الاحترام او الهيبه بتاعت الام اللي بتخليهم يحترموا مثلا مواعيدهم، يبقى في محظورات ممنوع ان هم يقربوا لها. قادره ازاي توازني مفيش الكلام ده خالص بين الصداقه وبين ان هم يحترموك ويخافوا منك؟ دايما كانوا هم في تدريبات السباحه كان في كابتن، ممكن اقول اسمه عادي؟ لا الاسم عادي. كان كابتن سيف لو هو سمعني طبعا دلوقتي. قال لي انا لما اتجوز هجيب مراتي تعلميها، انت صاحبتهم بطريقه غير طبيعيه، جنة وهي في المية عينها منك، لو وشك قلب تتعدل. مع ان وانتوا قاعدين اللي يشوفكوا بتهزروا وبتضحكوا وبتتكلموا يقول ايه؟ على فكرة ما ده سؤالي، انت ازاي قدرتي تعملي التوازن بين انتوا اصدقاء قوي وان لا في احترام، في هيبة، في حدود؟ انا دي شخصيتي، يعني حتى انا مع اولاد اخوات، انا مع اي حد، مع اي حد. انا مصاحبه ناس كتير قوي، انا الحمد لله ليا اصحاب مش عايزه اقول لك قد ايه، بس كل الناس عارفه انا ليا ليميت. انت اللي بتحطي ده سواء للولاد او للناس اللي بره، وهي شخصيه واحده. ما هي شخصيتك هي شخصيه واحده، سواء مع ولادك او مع الناس غير ولادك. انا ليا ليميت ما ينفعش تتعديه، هم نفسهم معايا ما ينفعش يتعدوا حاجات. ايوه. بزعق وبتنرفز وممكن يعني، وكان عقابهم ان انا خاصمهم. ده اقصى عقاب. عايزه اقول لك عقابهم موتيهم ان انا خاصمهم. ايوه. يعني تلاقي الباب بيترزع عليا، باب الاوضه، تبدا بقى تيجي يعني عارفه القطه ده هو اللي بيعمله فيه ان هو عارفه يروح احد احب. تعرفيش تكلمي من الحضن يعني. و
ولازم بعديها بقى يعني مثلا لو حصل مشكله وزعلت وخصمت لما بيجي نصالح مش بنتصالح كده لا طب انت عارف انت عملت ايه طيب جميل الكلام ده كله بس بصراحه كده ما بتقعديش بقى لوحدك كده ساعات تقولي فين امل بقى امل ما هو مش ولاد بس يعني امل فين طموحها الشخصي حققته ولا لا فين احلامها فين سعادتها الشخصيه سعاده انا حققت ايه سعاده الناس اللي حواليا انا كمان من الشخصيات المحبوبه جدا يعني انا يعني والله مش غرور مش عايزه حد يفهم ان انا كلامي ده غرور لا انا من الناس اللي بدي سعاده لاي حد يعني انا عندي ممكن اقعد في اي مكان اسبب سعاده فانا بالنسبه لي السعاده في ايه في راجل انت مش شايفاها في كده السعاده مش يعني راجل هقول لك اكيد بيجي لي وقت بيبقى نفسي ان انا يبقى في حد اكيد بس ترجعي تبصي تدوري حواليكي فين فين بقت مفقوده على فكره السؤال صعب الاجابه قوي ومش موجوده مفقوده ومش موجوده ايوه انا ده وجهه نظري يعني مفيش حد ممكن يبقى مش عارف يعني لا ما هو صعب الاعتراف بيها لكن هي بقت نادره انا اعترفت انا بقول لك ساعات ما انا بقول لك ساعات مش انا مش خجلانه ان انا اقول اكيد بيجي لي ساعات واكيد بقول انا عمل وانا فين وانا هعمل ايه طب بعد ما هم لان الكلمه دي اتقالت لي من واحد ايوه يعني كان عارض عليا ان انا اتجوزه فقلت له انا ولادي متجوزاهم فقال لي خدي بالك ولادك هيكبروا هيسيبوكي الجمله المعتاده هيسيبوكي انا الكلمه وجعتني عايز اقول لك وجعتني قوي يعني بس طب انا دلوقتي اعمل ايه ما انت في مركب انت مشيتي بمركب يا تكمليها يا اما هتسيبيها واقفه في عرض البحر يبقى انت ما عملتيش اي حاجه طب لا انا معاها وزي اللي هيحصل بقى هيحصل مش عايزه برضو اتكلم كامل بس في نماذج قدرت انها ترتبط تاني مش معنى ان لان كلامنا ده موجه للمشاهدين والحالات كتيره اللي انفصل بتقدر ترتبط تاني مش معنى ان انا انفصلت مره ان انا خلاص هنسى نفسي حلو كامراه لا انا ممكن ابدا حياه جديده مع زوجي انا قلتها لك بقى يا دعاء ما انت مش معنى ان انت تتجوزي انت كلامك هنا كان معنى انك تتجوزي انك بتسيبي المركب في عرض البحر كانك هتسيبي ولادك ما هو ده شرط. ما انت عندك هو ده مش شرط لا انا 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 متقلي ان انا لو فكرت اتجوز هياخده اعمل ايه ايوه ما عنديش حل كانت مشكله في سن معين لكن ما شاء الله انت معاكي دلوقتي شباب وشابات يعني مش حاجه اسمها خدهم خلاص بقوا شابات وشباب هتدخلي مين عليهم تاني بقى بصي المشكله الاخرى هتدخلي مين عليهم انت عندك اتنين عرايس بنات هينفع راجل يدخل على بناتك انت تعرفي هو دماغه فيها ايه بيفكر لحد فين طب الموقف اللي عدت عليك بصرف النظر عن موقف نور والنكد اصعب المواقف كلها انا دي لوحدي طول عمري يعني مثلا اصعب موقف لما بنتي دخلت المستشفى عملت كام عمليه ورا بعضيهم هو موجود بس انا لوحدي هو موجود بس مسافر وانا لوحدي ما عنديش مواقف ممكن ان انا اقول لك ان هي كانت صعبه عليا قوي يعني المواقف العاديه بتاعه بني ادمين العاديه ممكن تبقى بالنسبه لي انا سهله بس ما هو ده اختلاف شخصيات ايوه يعني انا مثلا ممكن موقف يعدي عليا وحش قوي يعدي عليك انت كويس جدا ما اختلاف شخصيه انا نظرتك وتقييمك للمواقف هي دي انما الحمد لله يعني الحمد لله واحلى حاجه فيكم كلمه الحمد لله اللي سمعتها منكم اكتر من مره ده حقيقي الاعلاميه بقى بتاعت المستقبل نور بتتابعي بقى الاعلام والبرامج عاجبك راضيه مبسوطه ولا انت بتقولي لا انا هدخل المجال ده بس مش هعمل كده انا انا هدخل ومش هعمل كده عشان هي الحقيقه ما بتتقالش كل واحد ايا كان مين اللي وراه او الكلام اللي عايز يطلع هو اللي بيتقال محدش بيقول الحقيقه وكل الناس بتستعجل يعني محدش بيبقى معاه حاجه ثابته انت عايز تدخلي المجال بس مش بحاله اللي موجود حاليا انت لازم يكون في مصداقيه اكتر ومهنيه اكتر والحقيقه تتقال اكتر السؤال الاخير برضو اللي انا بنتهز فرصه ان انا اخد تجربه من الاخر
ببساطة كده وتجيلي التجربة يعني بسهولة كده وديها للمشاهدين كأن أنا مش أنانية. ولادك أصحاب ودي حاجة مش سهلة. مش حاجة سهلة إن بنات في سن بعض وولاد بقت صعبة شوية وبقى بيبقى في مشاكل في غيرة في مقارنات ومش شرط إن هم عشان إخوات علاقتهم تبقى كويسة ومش شرط أقرب واحدة ليها هي تبقى أختها بتلاقي أقرب واحدة بالعكس واحدة غريبة خالص هي اللي بتعرف أسرارها وتبقى قريبة منها. أنت عندك ده مش متحقق ولادك أصحاب ودي معنى كبير. كلهم مع بعض أصحاب حتى الولد الكبير صاحبهم اللي هو مش كبير يعني هو بعد نور هم بصي مش عارفة أقولها لك بصي إحنا عيلة عاملة كده قلتها قبل كده إحنا عيلة عاملة كده في دايرة واحدة كل حياتنا احنا عارفين احنا بنعمل ايه ورايحين فين وجايين منين. انا عايزه اقول لك على حاجه يعني انا ولادي بيبقوا عارفين انا رايحه اقابل دعاء لو سيف اي حد من بره اتكلم ما نعرفش احنا أي. احنا مع بعض احنا عارفين كل حاجه عن بعض. نجحتي وتعمدتي تطلعيهم كده انت كنت حاطه ولا هي حاجه من عند لا لا لا, لا, لا انا كنت متعمده ان هم يبقوا كده كنت متعمده ان هم ياخدوا شخصيتي كنت متعمده ان هم يطلعوا واي الزمن محتاج حد قوي مش واي بقله الادب ولا واي بان هم يتعدوا حدودهم مع الناس بالعكس خالص ولا واي ان هم ما يبقوش ملتزمين العكس احنا يعني الحمد لله الحمد لله رب الحمد لله يعني فيهم حاجات حلوه كتير قوي ادب مؤدبين واخلاقي واخلاقهم حلوه ومتعلمين كويس و بيتكلموا كويس عارفه نور مبسوطه جدا سعيده جدا بالكلام طبعا بتسمعه ده عايزه اقول لك حتى حده ان احنا ان الناس يعني انا ابني حاول مره كده اتعامل مع حد انا مش فاكره مين يا نور بس مش فاكره ايه اتعامل مع حد بطريقه مش كويسه حد في مدرسه اقل منه ايوه انا مش عايزه اقول لك انا عملت فيه ايه لان ما ينفعش عيب حط نفسك ان انت كنت ممكن تبقى مكانه ان مش الفلوس هي اللي بتعمل بني ادمين انت ازاي تتعامل معاه بالطريقه دي وراح اعتذر له تاني يوم كان الجارد كان الجارد بتاع المدرسه السكيورتي وهو الامن او البواب او الحارس السكيورتي اتعامل معاه بطريقه وحشه فابني رد عليه بطريقه بعجرفه وانت مين وانا مش عارفه ايه وانا ممكن اعمل ايه انا مش عايزه اقول لك انا عملت فيه ايه بدون وخليته تاني يوم راح اعتذر قلت له لان انت لو ما اعتذرتش لوحدك شكلك هيبقى وحش هاخدك غصب عنك وهتروح تعتذر قدامي وانا واقفه مره تانيه نور وهي صغيره كانت في المدرسه وانا كنت تيتشر فده احنا عايزين نقول ان هو بيجي من مواقف زي دي طبعا ورد فعل الاباء او المسؤول عن التربيه طبعا. اب ام طبعا انها ما تعديش كده لانه لا. بيتعلم من كل موقف من كل هو ده اللي بيبني الشخصيه نور وهي صغيره وانا في المدرسه في بنت جت قالت لي مس امل حقي احسن مش عارفه مستر مين بيزعق لنور ويطاردها بره فقلت لها طيب لما خلصت خلص السيشن ايه نور اللي حصل اصل انا كنت بضحك فهو طردني بره فانا قلت له انت بتكلمني كده ليه هي ممكن ترد عليك تقول لك انا عملت ايه اتعلمتيهم احترام الاخر طبعا التواضع طبعا التكاتف كاخوات وده مهم قوي يبقوا في ظهر بعض ويبقوا هم سند لبعض على فكره ده مش عشان حاجه عشانهم هم عشان ده المفروض هي جايه عليها مره في يوم من الايام قالت لي انا مش عارفه انت صح ولا الناس هم اللي صح انا كل اللي شايفاه حواليا غلط انت صح ولا الناس اللي صح طب كان علشان من كتر ما الغلط بقى كتير حوالينا بقى كتير ساعات بنتشكك في ان احنا صح اما يمكن الاغلبيه بقى هم اللي صح دول الاغلبيه فانت بتقفي وبتتشككي ويجي لك حاله سيف وهو صغير من يعني سنتين تحصاري فعلا من سنتين ضرب ولد في النادي جامد لما جه بقول له انت ازاي تعمل كده وما ينفعش نضرب واحنا المفروض ان احنا وقعدت اتكلم المفروض ان احنا نتعامل بادب ونتكلم وما ينفعش تبقى سلاحك هو الضرب ومش عارفه ايه رد عليا قال لي انت علمتيني ان انا لازم التزم بالميعاد طب ايه اللي حصل انا بقى بسمع أيوة. انا مستمعه جيده جدا ليه ايه اللي حصل قال لي هو بيلعب مش عارفه لعبه ايه فاحنا خدنا كل واحد 5 مينتس فهو تعدى ال 5 مينتس خلصت انت كده ال 5 مينتس خلصوا مفيش فايده رحت ضربه أيوة. فطبعا بس خد طبعا يعني عقابه يعني عقاب طبعا مش كل يعني حاجه يعني في الاخر بنقول ان
لما نلاقي اولاد ناجحين ومبشرين ان المستقبل معاهم هيبقى افضل وليهم افضل، بيبقى مش من فراغ، بيبقى في مجهود مبذول، في مراقبه، في يقظه من الاهل. واهم حاجه نبقى قريبين كمان منهم، ده مهم جدا، مهمه قوي قوي يعني. جدا 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 انا سعيده بيكم جدا، كان نفسي العيله تبقى مكتمله كلها، كان نفسي فعلا ابقى معايا كل الولاد وعشان اعرفهم بالمشاهدين. بشكرك استاذه امل عبد الله، بشكر نور سيف، شكرا ليك، بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، ونلتقي ان شاء الله في نفس ميعادنا الاسبوع القادم في نفس الميعاد وحلقه جديده من بيت العيله.